الحمد لله الذي تتحير دون إدراك دلاله القلوب والخواطر، وتدهش في مبادئ إشراق أنواره الحدائق والنواظر، المطلع على كفيات السرائر، العالم بمكنونات الضمائر، المستغني في تدبير مملكته عن المشاوير والمغازر، مقلب القلوب، رافي الذنوب، ستار العيوب، غفار الذنوب، والسلام على النبي المحبوب وعلى آله وأصحابه الطاهرين. وبعد، ودنا كبرات يا رسول صلى الله عليه وسلم ما توجه الله سبحانه وتعالى الذي طهره كان قالت وجه لقالت لي ماذا كواراتك وراتك الذي ماذا لكن هذا هو الشيء الذي يجعل موسى عليه السلام النجاح هو عند المكان
فالدائما في حل الجهاز اللي يقولوها الناس ينتبهوا راك يا عشان يوتماتونا يا ريت ما موسى عليه السلام على هذا اللي قال الله تبارك وتعالى يا موسى موسى وين نكركم النزي محمد صلى الله عليه وسلم ما تتنا تبعه موسى عليه السلام الزميلة يا رب يا محمد ما تتنا تبعه Thank you.
يستعجل عن طالب النفوذ. وما كنت بجانب الطور ينادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتقون. وصلوا وسلموا على الحبيب بشير النذير والسراج المنير كما أمرك ربكم جل من قائل عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين الأطيبين الأكرمين الغر المحجلين وارضاهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية أصحاب نبيك أجمعين وأنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين.